مش مع السؤال. فايلة بن جسم، صاحبة مشروع دار بن جسم، وعندي سوسيتي كونساي اسمها بلوفيش. زوز مشاريع متاعي هما في الريادة الاجتماعية. دار بن جسم هي دار ضيافة، رممنا زوز ديار في المدينة العتيقة في تونس. نخدم برشا مع الكوميونتي، احنا بما ان انتربريز سوسيال معناتها نحط الانسان والمجتمع والبيئة قبل معناتها الربح المادي. الربح المادي مهم برشا على خاطر هو يساعدنا نحن نعملوا اكثر ونكبروا، نستثمروا كل ارباحنا في ترميم فضاءات اخرى، او معناتها نساعدوا لي جون خاصه اللي في الحومه نتاعنا، اللي عنده معناتها مشروع ثقافي، اللي يحب يكمل يقرا. وبلوفيش هي معناتها سوسيتي كونساي اللي بديتها 2006، هي كانت البدايه، وهي زادة انتربريز سوسيال. كان ديما عندي تساؤلات في مخي، معناتها شبيه الغرب يصدر لنا احنا ما نصدرولوش، علاش احنا تونس ديما يظهر لنا الاجنبي خير، علاش كل شيء جاي من برا واو، علاش ما نشوفوش رواحنا احنا واو. فيظهر لي معناتها عندنا موروث كبير برشا ينجم اذا كنا نستثمروا فيه شويه بركه يحسسنا اللي احنا عنا بلاصتنا في الدنيا، وحتى احنا واو على الاخر. بالنسبه لي انا تحدي حلو برشا، معناتها كيفاش نجم تعمل انتربريز رابحه وناجحه وقاعده تكبر، وفي نفس الوقت معناتها عندها غوتور سيغ انفستيسمون سوسيال. هما ديما يقولوا معناتها مسؤوليه مجتمعيه نتاع الشركات الكبار، لازم كوكاكولا وواحد ها معناتها. فما واحد زاد فوتوغراف صاحبنا، معناتها هو فوتوغراف زاد عايش من الفوتوغرافي، اما ساعه يجي يقري معناتها الوليدات كيفاش يكادري، كيفاش يعمل معناتها في الدومين نتاعك. فما حاجات نجم تعملهم، تلقى ليكيليبر ما بين غوتور سيغ انفستيسمون فينانسي غوتور سيغ انفستيسمون سوسيال، حاجه نعشقها برشا. ويظهر لي توا خاصه في تونس اليوم مور ذان اني تايم قبل معناتها اللي نجم يصلح حاجه يصلح. اسكو تي ايام مومون وين حبيت تسيب كل شيء قبل؟ اي فما وقت كنت كيما قلت لك معناتها فما حقبات في حياتي وين ما كنتش اون هارموني مع روحي. ذولي اهم شيء الهارموني، معناتها مش السعاده، الهارموني معناتها انك تكون مرتاح مع روحك، مرتاح مع لونتوراج نتاعك. انت لا تشا غراندي على لتخرج، دونك انتري اي تازوني، بعد الامارات، بعد قريت في بوسطن. ا كيل مومون تو تي دي جو في رانتري ا تونس؟ كيف هي موتيفي تاع ديسيزيون رانتري؟ كبرنا في الخارج، والوالده والوالد كانوا ديما معناتها مع تحياتنا الكل، واحنا وقتلي نرجعوا لتونس، وقتلي نرجعوا لتونس، باش نبنيو دار في تونس، باش نعملوا في تونس، باش ندير شنو. معناتها هذيك تكبر بها، حتى كان انت طفولتك الكل في الخارج ديما يظهر لك هذاك ذا لاست ديستنيشن. كي كملت تقريت الجامعه في امريكا، ياسر وقتها حبيت معناتها نروح لتونس. والمروحه هذيك كانت ياسر كانت صدمه كبيره، خاطر ما لقيتش روحي مجتمعيا ماديا، كانت تحدي. خاطر في العمر هذاك زاده في اول العشرينات مهم انك تعمل اصحاب، ما لقيتش كيفاش نعمل اصحاب. زاده الناس الكل هكا يبداو باهتين فيك، شبيه الفرنسي نتاعك مكسر ومش باهي وما تعرفش تكتب بالكدا. وانا ما قريتوش بالكل. ومن بعد في الخدمه اللي كنت نخدم فيها، الميزون مير عملوا لي بروبوزيسيون دو ترافاي في المانيا. يا اخي طلعت لالمانيا، هي انا عملت اربع روتور ديفينيتيف لتونس. ما مش ياسر ديفينيتيف معناتها، اما كل مره معناتها نرجع بامال كبيره ياسر ونتصدم. كل مره معناتها نرجع ونمشي نكتشف فرص اخرى ونعمل اغلاط اخرين ونتعلم دروس اخرين. وهذاك اللي معناتها خلاني في الاخر معناتها نؤمن ياسر بالانتربرونيا سوسيال. خدمت عند برشا عروفات توانسة، كان فما برشا مش باهين وشويه باهين. ما نحبش نقول كيفهم، فتعلمت منهم. الروتور ديفينيتيف الرابع هو كان مع بدايه دار بن جسم. معناتها العيشه في تونس ولا عندها طعم اخر، خاطر ولا عندي مسؤولياتي ولا اكبر برشا، وزاد احلامي اكبر برشا، خاطر نحس روحي
اللي معناتها في محيط فما برشا ما يتعمل. تزيد هذه الرتور اللي جاء بعد الثورة، اللي عاش في البرة يعرف معناتها ديما ترجع بحاجات شفتهم تحب تطبقهم، وتحب تطبقهم تحب تخدم مع الناس اللي تعرفهم غاديكا، ويلزم يكون فما حرية تامة باش انك تخدمها باش الحكاية تطلع صحيحة كما انت تحب. وهذه الحقيقة معناتها جات بعد الثورة. فما سيتاسيون تاع زين الدين زيدان قال: سي مون بير كي نوزا ابري كان ايميغران دو ترافايي دو فوا بلوس كو نيمبورت كي دوتر كي نو دو جامي ابوندوني. شنو قولك في السيتاسيون هذه؟ واسكو تو ريكوني فيها؟ خدمت في المانيا في ملتي ناسيونال قبل شنغان، وكنت بروجكت مانجر على يوروب ميدل ايست افريكا. تصور معناتها كل مره يلزم يطلعوا لي فيزا قريب نقول لهم سامحوني. فاي انا مع زين الدين زيدان، اما زادة مانيش ياسر مع عرفتك الكلام الكل متاع شنية هي هجرة الأدمغة وندرى شنية فويد دي سيرفو وكل الموالة ذاك الكل ما يقلقنيش. واحد يسافر يتعلم ويرجع معناتها مادام ما تفقدش تونستك وتقعد ديما عندك ولاء لتونس ما نراش شنية المشكل. قبل كي كنت عندي شهرية صغيرة كنت ياسر عندي اوبسيسيون بالكونت ايبارن، خاطر ديما نخاف لا قدر الله تصير لي حاجة مانيش باش نلقى كيفاش. كي خرجت المانيا ولا عندي شهرية باهية وليت نبذر ياسر، معناتها هكا فرحت بروحي شوية. ومن بعد قلت لا 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 يلزمني اللي نستحفظ، خاطر من بعد رجعت لتونس ميزرت مرة أخرى. دونك وليت هكا قد ياسر. ومن بعد جيت خدمة في الخارج، عاود خرجت وليت بذر زيد شوية نعيش في حياتي نشري السيني وفازيت عرفت. ومن بعد كعو قلت توا باش نستثمر في مشروعي، ماي ريليشنشيب مع الفلوس تبدلت كومبليتمون، ماذا بيا كل دينار نستثمره. ووليت انتي براند على الاخر، معناتها حتى مينيماليست بريسك في حياتي. نضحك عليه، حتى كي مثلا نشري حوايج لازم يكون ماركه تونسيه ونعمل لها ستوري و نشجع. في الخارج الناس تعرف معناتها مقتنعه ومؤمنه اللي كي يعطي اكثر يربح اكثر. في تونس مش ميسر مربوط ببعضه. أني نشوف معناتها من الناس اللي نخدم معاهم ولونتوراج تصيف فوق طاقتها ومن بعد يجي الغونتخي ما عندها شيء. رمضان لازم نبدل معون، ما نعرفش معناتها فما ضغوط اجتماعيه مع الاسف ساعات عندها اولويه اكثر من انك انت تكون اون هارموني مع روحك. معناتها مانيش كونتر حد يصيف بالكدا، اما نحسبوها معناتها باش ما نضايقوش من بعد. Travaillez beaucoup avec les petits artisans ou avec des anecdotes pour t'arquerons mais du coup moi le système financier au col ou les services de transfert d'argent. أنا حلمي أي مخلوق في الجمهورية التونسية ينجم يصدر ويدخل عملة ويعيش روحه، معناتها مش لازم نسكر اللعب. هو توا منظومة التصدير مربوطة بالبنكة، البنكة أصلا ما تحلش كونت لثلاثة أرباع الجمهور التونسي. فانت عندك معناتها بما انك اقصيتهم من الكونت بانكير كاينك قلت لهم انت يا استاذ ما تصدرش. من وقت الى اخر خاطرني نعرف حرفيين صغار معناتها تلقاها تجيه كوموند، معناتها خاطر توا الدنيا العالم تحل على بعضه، معناتها الناس تشوف تصوير على انستغرام تعمل كوموند فتلقاه معناتها باش يخرجها من تونس تولي له برسك تهمه، معناتها يبدا يدور بها كل باكو من بلاصه لبلاصه يلوج كيفاش باش يخرجها باش ياخذ كالطرف فلوس ولا حتى فلوس ينجم يكونوا جاوه من قبل وهو توا يحب يخرج سرعه. فنجم نكتب كتاب على المشاكل معناتها نتاع معناتها نحكيو شوماج 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 يسيبوا هكا عنده اورديناتور ينجم يدخل فلوس. راه فاطمه كيفاش تبعت كيلو هريسه معناتها ماهيش باش تخرج تحوس بها، معناتها هي مش باش تبيض اموال ما فماش علاش معناتها نعملوا 500 ورقه في البنك سنترال ونقيدوها لها ودوميسيلياسيون وبنك وندر شنو كل جماعه البنوك اصلا ما ينجموش يحكيوا مع الناس هذوما. دونك زايد لازم يا اما سيستم اخر يا اما تسيب البوسطه يا اما اعمل روحك ما مكش هنا وما يسالش خليهم يصدروا. لا
une première vie en tant qu'ingénieur biomédical. On va à Head of Pain, donc ma bluffie, je vous donne le nom. Si tu avais une troisième vie, je n'entends pas. كان عندي حياة ثالثة نعمل بنك تضامني يكون فيه آليات اللي هي تخدم الشريحة الكبيرة من التوانسة اللي unbankable اليوم. قدمك ليلى adolescent توا شنو تقول لها؟ It's a bumpy road. It's a long journey. Keep smiling. هاي طحت برشا وقفت برشا وفلست برشا مرات وعاودت بديت برشا مرات و الحمد لله عاودت بديت كاو. دونك نشوفها تنقلها Keep on starting again.